اهلا وسهلا بكم متتبعي قناة شوف تي في في هذا المباشر الجديد وبالضبط من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من شارع بوشعيب التكالي. في هذه اللحظات هذه كان واحد انقلاب ديال واحد الصياعه خفيفه والحمد لله ان السائق ديالها نجا اعجوبه. شفت تشوفوا هذه الحاله ديال السياره لا حفظ الله لا ما الحديد يدبر راسو دان تشوفوا معنا هذه الحالة اللي صبحات فيها السيارة ديال الشخص اللي كان فيها متابعي قناة شوف تي في. خاص الإنسان أثناء السياقة ينتبه تشوفوا في هذا التقاطع هنا فين كان انقلاب ديال السيارة. هذا الشيء في شارع بوشعيب التكالي. إذن متتبع قناة شوف تي في حسب بعض الأخبار اللي استقصناه من أحد الشهود أن انقلاب ديال السيارة كان على السيد بغى يهاب على الطوموبيل أخرى
واحد فيهم دليت الناس، واحد فيهم حار الفيروس ما عرفوش شكون، ولكن واحد فيهم حار تقلبات به الطوموبيل من جهه على الاخر نجا بأعجوبة. الناس اللي هنا تيستغربوا كيفاش تنجا السيد اللي كان في الطوموبيل اللي تقلبات، والحمد لله تشوفوا البقايا ديال الاثار ديال الزيت ديال الطوموبيل. اذا تتبع قناه شوف تي في، يلا التحقوا بنا في هذا المباشر، هذا مباشر من مدينه الدار البيضاء وبالضبط من شارع بوشعيب الكفالي. كانت في واحد الحادثه ما بين سيارتين اللي ادت انقلاب وحده فيهم، والحمد لله ان مولاها نجا بأعجوبة. اذا متتبعينا تلفتوا نذكركم دائما الانتباه اثناء السياقه، ويكون الانسان حاضر ينتبه في السياقه، يحترم الاشارات الضوئيه وكذلك حق الاسباقيه عند التقاطعات. إذن كيف تشوفوا الحالة ديال السيارة اللي تقلبات هي هذي. إذن إلى هنا متتبعي قناة شوف تيفي، استودعكم الله وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.